يعني كان بقالي سنه في حالها ما اتصورتش مع الكاس ده، بس هو جاي في ميعاده وفرحته مختلفه المره دي. فرحته لان احنا خدناه من نفس المكان اللي خسرناه فيه اخر مره. اهلا وسهلا بيكم في 7 دي سبورت، ومبروك عليكم ال11. دي بطوله خاصه جدا لكل جمهور النادي الاهلي، زيها زي بطولات كتير، لكن تبقى بطوله افريقيا المعزه خاصه جدا عند جمهور النادي الاهلي. يعني مش عايز اسيبه ومش عايز افرط في الكاس ده تاني خالص، وعايز اتصور معاه كل سنه كالعاده. يعني انا محظوظ جدا 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 بانتمائي لكيان عظيم زي النادي الاهلي. فخر لا يوصف ان انت بترفع البطوله ال11. احنا دي كنت محظوظ ان انا اتصورت مع الكاس ده كتير، واتصورت كمان سنه 2001 مع الكاس بالشكل القديم، فبالتالي انا محظوظ بالانتماء لكيان عظيم زي النادي الاهلي. حلقه 7 دي سبورت النهارده مختلفه وفيها مفاجاه مهمه جدا جدا جدا، لكن تعالوا كالعاده نبدا حلقتنا بالعناوين.